اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الى حلقه جديده من فضاء حر، والتي نحاول من خلالها الاجابه على تساؤل اليمنيين الاكثر مراره: من فتح باب الحرب على اليمن، وعلى من تقع المسؤوليه الاخلاقيه والقانونيه لها؟ في 8 من أكتوبر من الشهر الجاري، وفي قلب العاصمة صنعاء، استهدفت قاعة عزاء تضم المئات من المدنيين. لقي فيها ما يقارب 100 شخص حتفهم، وجرح فيها المئات، وذهبت معظم المؤشرات إلى مسؤولية السعودية التي تقود تحالفاً عربياً لاستعادة الشرعية اليمنية ووقف المد الإيراني في المنطقة، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه الجريمة. قبلها بأيام شهدت مدينة تعز المحاصرة منذ عامين من قبل الإنقلابيين مجزرة استهدفت حي برباشا، وسقط فيها قرابة 10 شهداء معظمهم من الأطفال. واليوم وقبل ساعات استهدفت أيضا قاعة عزاء اللواء عبد الرب الشدادي في مأرب، قضى فيها 5 أشخاص وجرح فيها العشرات. إذا اليمنيون مدنيون وعسكريون يسقطون في كل مكان بسبب حرب تشهدها اليمن، حربا راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى وملايين المشردين والجوعى والمختطفين والمعذبين، ونهبت خلالها ثروة البلاد إلى حد انقطاع رواتب موظفي الدولة. كل هذا يحدث بعد أن كان اليمنيون قد تجاوزوا مرحلة عنق الزجاجة بسبب الاحتقان السياسي الذي رافق الثورة الشبابية الشعبية السلمية في العام 2011، والذي أفضى في نهايته المطاف وبتدخل إقليمي وإشراف دولي وتنازلات كثيرة من الأطراف المحلية إلى توافقات تكللت بالخروج بوثيقة الحوار الوطني، وثيقة الإجماع الوطني التي شاركت في صياغتها كل المكونات المجتمعية بما فيها الميليشيات الحوثية المسلحة. ما الذي حدث إذن؟ من الذي أخرج اليمنيين من مسار السلام والانتقال السياسي إلى مسار الاحتراب والصراع المسلح؟ من الذي جعل الحقل اليمني مجالاً للصراع الإقليمي والدولي؟ وهل يمكن العودة إلى مسار السلام دون تحديد المسؤوليات القانونية والأخلاقية للمتسببين في هذه الحرب؟ ومن الذي يعمل على تطييف المجتمع اليمني وتحويل الصراع فيه إلى صراع طائفي؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ينضم إلينا من إسطنبول الباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري، ومن صنعاء الكاتب الصحفي محمد الخامري. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ معكما بالسؤال المشترك، والبداية معك أستاذ محمد الخامري. من هو المسؤول الأول عن نشوب الحرب التي تشهدها اليمن اليوم؟ نعم، أهلا وسهلا بك أخت أسوان، وبالأخ العزيز نبيل البكيري، وبالإخوة المشاهدين الكرام. بالنسبة لي أنا أحمل المسؤولية كاملة رئيس الجمهورية الذي كان المتحكم في المشهد السياسي قبل 21 سبتمبر 2014، ورفض مساعدة الإخوة السلفيين في دماج عندما تم محاصرتهم من الإخوة الحوثيين، وقال بأن الجيش محايد، ثم سمح للحوثيين بالتحرك إلى عمران، وأعطاهم تصريحا بالدخول للمظاهرات في عمران بأسلحتهم، ثم سمح لهم بالتحرك، أو حتى عندما قتل القشيبي ذهب في اليوم التالي مباشرة وبارك مقتل القشيبي، نحن ندفن القشيبي في صنعاء، وهو يقول بأن عمران عادت إلى الدولة، ثم سمح لهم بالتحرك إلى صنعاء وسلم لهم مقاليد المؤسسات، مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، ومكنهم من كل شيء في صنعاء لأهداف كان يعتبر أنها استراتيجية للقضاء على فصيل سياسي معين، لكنه خابت ظنونه، والفصيل السياسي كان أذكى من أن يتصدى للحوثيين فانسحب من المشهد وهو نعم الرئيس. هذا جيد، يعني أصبحت إجابتك إلى حد كبير واضحة. المسؤول الأول عن نشوب الحرب في اليمن هو الرئيس عبد الرب منصور هادي. أستاذ نبيل البكيري. والله إذا كان في الموضوع حديث عن مسؤولية أخلاقية أو مسؤولية سياسية في هذا الوضع، أنا باعتقادي عندما تحمل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مسؤولية هذه الحرب، أنا باعتقادي هذا منطق ضد المنطق نفسه، لانك تحمل رد. نعم استاذ نبيل، لن ترد، سوف ترد على منطقه الاستاذ محمد بعد هذا السؤال، لكن الان السؤال لك انت: من تحمل مسؤوليه هذه الحرب؟
لا شك انه التعريف الحقيقي للوضع في اليمن او للموضوع في اليمن، الدخول الحقيقي لفهم كل تداعيات الصراع الموجود اليوم والقتل والاقتتال، هو يبتدئ بتعريف ما الذي حصل في 21 سبتمبر ايلول 2014. وانطلاقا من تلك اللحظه وتعريفها التعريف الدقيق، باعتقادي انه سيتضح كثير من الامور فيما يتعلق بمسؤوليه الاطراف التي او الطرف الذي اوصل اليمن الى هذه النقطه والى هذا الوضع. من هو هذا الطرف استاذ نبي؟ من هو هذا الطرف؟ باجابه مختصره اذا سمحت. ما حصل في 21 سبتمبر كان انقلابا، ليس فقط انقلابا على مستوى انقلاب عسكري، كان انقلابا تاريخيا بكل ما تعني الكلمه معنا، انقلاب ضد مرحله اجتماع او اجماع سياسي لم تشهدها اليمن على الاطلاق على امتداد تاريخها الحديث. هذه المرحله التي كنا على مقربه منها للوصول الى انتقال سياسي وانتقال ديمقراطي بعد ذلك والخروج من ازمه طاحنه عاشتها اليمن، لكن للاسف اتت ميليشيات من خارج التاريخ وانقلبت على الاجماع الوطني وانقلبت على الشرعيه وانقلبت على كل مكونات الحياه السياسيه في اليمن. نعم، اذا الميليشيات المسلحه هذا المازق الذي نحن فيه اليوم. نعم استاذ نبي، اذا انت تعني الميليشيات الحوثيه المسلحه وحليفها المخلوع هم متسببين في الحرب. طيب سنستوضح وجهة نظرك أستاذ نبيل بكيري، أشكركما ضيفي الكريمين وأدعوكما لمتابعة هذه المادة وسادة المشاهدين والتي تلخص أبرز الأحداث التي قادت إلى نشوب الحرب في اليمن، نتابعهم ثم نعود للنقاش. في 15 من يناير 2014 هجرت ميليشيا الحوثي مواطني الدماج بعد مواجهات طويلة معهم، وفي 2 من فبراير من ذات العام اقتحمت ميليشيا الحوثي مدينة الخمر في حاشد بعد مواجهات مع مسلحي القبائل هناك. وفي 6 من فبراير تجددت المواجهات بين ميليشيا الحوثي ومسلحي قبيلة أرحب. وفي 8 من يوليو 2014 اقتحمت ميليشيا الحوثي محافظة عمران وقتلت اللواء القشيبي قائد اللواء 310 وأسقطت المحافظة بيدها. في 18 من أغسطس ذات العام خرجت تظاهرة للحوثيين في صنعاء ترفع شعارات إسقاط الجرعة وهدد فيها زعيم الميليشيا بإسقاط الحكومة. وفي 5 من سبتمبر حاصرت ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء ونصبت خياما لمسلحيها حولها. أما في 19 من سبتمبر قصفت ميليشيا الحوثي مقر التلفزيون وعددا من المنشآت الحكومية في طريقها لإسقاط العاصمة. وفي 21 من سبتمبر عام 2014 اقتحمت ميليشيا الحوثي بمساعدة قوات المخلوع العاصمة صنعاء وأسقطت مؤسسات الدولة فيها. وعشية الانقلاب وقعت القوى السياسية ما يسمى باتفاق السلم والشراكة تحت ضغط السلاح. وخلال الأسابيع التالية اقتحمت الميليشيا محافظة البيضاء ودمار والحديدة وإب وغيرها من المدن. وفي 19 من يناير اقتحم الانقلابيون دار الرئاسة والقصر الجمهوري بصنعاء، وبعدها حاصرت الميليشيا الرئيس هادي في منزله بعد محاصرتها للحكومة تمكن خلالها الهرب إلى عدن. وفي 19 من مارس من ذات العام قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مقر إقامة الرئيس هادي في عدن بالطيران. وفي 21 من مارس الانقلابيون يقتحمون محافظة تعز ويستولون على المعسكرات فيها. في 22 من مارس سيطرت الميليشيا الانقلابية على مدينة المخا والشريط الساحلي وباب المندب. وفي 25 من ذات الشهر وصلت ميليشيا الحوثي إلى قاعدة العند العسكرية وسيطرت عليها وأسرت وزير الدفاع وعددا من القادة العسكريين. أما في 26 من مارس انطلاق عمليات عاصفة الحزم من قبل قوات التحالف بطلب من الرئيس هادي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باستعادة العديد من المناطق الجغرافية من الانقلابيين، ولا تزال المواجهة مستمرة. نعم، إذا بعد هذا الاستعراض السريع للأحداث منذ إسقاط محافظات، يعني منذ دماج عمران وصولا إلى صنعاء وانتهاء بالحرب الداخلية والخارجية التي وصلنا إليها، أستاذ محمد الخامري، هل يمكن أن تصف لنا توصيفا دقيقا ما الذي حدث في 21 من سبتمبر؟ أستاذ أسوان، أنا أرى بأنه لا داعي للحلقة أن نتحدث كثيرا وندور في حلقة مفرغة طالما وهذا التقرير من أول كلمة إلى آخر كلمة وهو ميليشيات الحوثي
حملها كل شيء ولم يحمل أطراف أخرى أي شيء على الأقل. نعم أنت موجود هنا الآن لتضبط هذا المسار. نحن وضعنا هذا المسار الذي رأينا بأنه حقيقة ما حدث. إذا كان لديك رواية أخرى اطرحها الآن. يعني هذا الآن هي وجهة نظر القناة الآن بأنه هي الحوثي هو الذي عمل كل شيء وعبد ربه منصور هادي لم يعمل أي شيء. تفضل نورنا أنت، ما الذي حدث؟ لا الذي حدث هو التسلسل يعني لا غبار عليه، لكن دس السم في العسل أو المغالطة، لا نقول دس السم في العسل، هي مغالطة مفضوحة. يعني عندما يقول التقرير بأن ميليشيات الحوثي هجرت سلفيو دماج في يناير 2000، هذه غير صحيحة. الذي هجر سلفيو دماج هو عبد رب منصور هادي، هو الذي اقترح وهو الذي أوعز لهم بالله بأنه سيبني لهم مركزا علميا في الحديدة. لماذا هجرهم هادي؟ نعم لماذا هجرهم هادي؟ هل كانوا بحاجة إلى رحلة سياحية مثلا؟ لا، لأن الحوثيين هجموا عليهم وحصلت حرب بينهم. نعم. وبدلا من أن يتدخل هادي كرئيس جمهورية تدخل كشيخ قبيلة وقال أنا أرى بأن حل الموضوع بين هؤلاء الطرفين المتنازعين بأن نهجر هؤلاء الناس من بيوتهم ومن أصولهم إلى الحديدة. هذه عقلية رئيس الجمهورية بأنه تدخل وجاب رسالة رسمية، أرسل رسالة رسمية بذلك. وهو الذي هجرهم بأسلحتهم وبعتادهم وبثيابهم وبشنطهم، وذهبنا جميعا لرؤيتهم وهم يذهبون أو يصلون إلى سعوان بالعاصمة صنعاء على اعتبار أنهم سينتقلون بعد ذلك إلى الحديدة. نعم هنا في هذه النقطة تحديدا سيد محمد الخامري، نعم في هذه النقطة تحديدا ماذا، ما هو دور الحوثيين كانوا في هذه اللحظة؟ أي لحظة؟ عندما لحظة تهجير تهجير أبناء دماج، يعني كانوا متفرقين، كانوا محايدين، يعني وصف لنا ما هو طبيعة وجودهم في تلك اللحظة. هم يعتبروا أنفسهم انتصروا، الآن. نعم. لأن رئيس الجمهورية ساندهم وهجر الجماعة التي كانوا يتقاتلون معها من جذورهم، وبالتالي واصلوا مشروعهم تحت بصر وعين عبد الرب منصور هادي. نعم. رئيس الجمهورية الذي خان منصبه. نعم. إذن الرئيس عبد الرب منصور هادي خان منصبه وسلم دماج للحوثيين وهجر أبناء هذه المنطقة. بعدها بأيام تحديدا في 21 سبتمبر ما الذي حدث؟ كيف تصف الذي ما حدث في 21 سبتمبر؟ في 21 سبتمبر كان الميليشيات الحوثية أو الانقلابيين أو سميهم ماشي في حسب التوصيفات التي تقولونها كثيرة، أنا أرى بأنهم مشروع سياسي كان موجود معهم، مشروع سياسي فكري كانوا موجودين وهم بدأوا يناضلون منذ وقت مبكر، لكنهم وجدوا الآن الفرصة سانحة ووجدوا من يدعمهم بالمال والسلاح وبالأوامر السياسية والأوامر العسكرية فانتشروا. سواء اختلفنا أو اتفقنا بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع هذا المشروع أو مع الحوثيين أو مع أي مكون سياسي، أنا أشرح الآن تفاصيل ما حدث. هم وصلوا إلى صنعاء بمباركة عبد الرب منصور هادي وتحت بصره وبتوجيهاته هو ووزير دفاعه الذي قال بالحرف الواحد معي جونية توجيهات من عبد الرب منصور هادي لتسهيل وصول الحوثيين الى صنعاء. سنعود الى نقطة هادي الذي بارك دخول الحوثيين، وسوف نتساءل لماذا هذا الرجل الذي بارك دخول الحوثيين الى صنعاء لم يتمكن من الدفاع عن نفسه وعن حتى مسكنه، لكن سأحيل كلامك إلى ضيفنا من اسطنبول أستاذ نبيل البكيري. إذن من هجر أبناء دماج ومن قام بإعلان هذه الحرب هو الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكان إسقاط صنعاء بمباركته. لا شك أولا أنه النقطة الحقيقية للصراع الذي يجب أن نعرف في اليمن أنه هذا الصراع ليس وليد 21 سبتمبر أيلول 2014، نحن أمام صراع تاريخي. هذا الصراع التاريخي كان يتمثل بوجود نظرية البطنين ووجود نظرية الحق الإلهي التي تدعي هذه الميليشيات أنها الأحق بها وأنها الحق بحكم اليمن واستعباد الناس، وأنه من حقها أن تفسر النص الديني وأن تكون لها كل مقدرات وإمكانيات إدارة اليمن واليمنيين، وأنها هي ولية عليهم منذ أن خلق الله الأرض. وبالتالي هذه النظرية أو هذه الشوفينية العنصرية التي
تبنى عليها مثل هذه الجماعات هي التي أدت إلى أن نصل إلى ما وصلنا إليه في 21 سبتمبر. بالحديث عن وجود عن أخطاء حصلت في الشرعية أو في سلطة الرئيس، هذه هناك أخطاء حصلت لا شك، هذه لا يمكن أحد أن يبررها، لكن هذا الخطأ الذي حصل هل يستدعي أن نقول أن جماعة الحوثي كانوا أبرياء في أن يرتكبوا كل ما ارتكبوا فيه وأن يقوموا بهذا الانقلاب؟ هل منطق أن نقول أن جماعة الحوثي كانت ذكية يبعد عنها مسؤولية الأخلاقية والمسؤولية السياسية والجنائية التي حصلت فيما حصل وفي هذا الانقلاب الذي وصل اليمن إلى هذه المرحلة؟ أنا باعتقادي أنه الذكاء عمره ما كان الذكاء مقياس لإبعاد التهمة والمسؤولية عن هذا الطرف في أنه لم يرتكب هذا الجرم. هذا نوع من المغالطات التي تريد أن تقول لنا أن هناك كان استعدادا لتسليم هذه الميليشيات أو لهذا الانقلاب السلطة بغض النظر عن الخلفيات التاريخية والمذهبية والطائفية التي أدت إلى هذا الانقلاب الذي لم يكن انقلاب فقط على مستوى ما حصل في 21 سبتمبر، وإنما انقلاب على إجماع وطني لم يتخلق أو لم يحدث له أن حصل في اليمن مثل ذلك الإجماع الممثل بوثيقة الحوار الوطني. وبالتالي المسؤولية الحقيقية والجنائية التي تتحملها هو الطرف الانقلابي الذي انقلب على هذا الإجماع وانقلب على شرعية. الأخطاء التي حصلت وهذا لا ينكرها أحد التي حصلت في صفوف الشرعية هو كان هناك نوع من الانقسامات، هو كان هناك نوع من الاختراقات التي حصلت للجهاز العسكري والجهاز الأمني والجهاز المدني والإعلامي أيضاً، لحتى الحالة الاجتماعية والإعلامية والمدنية في كلها كانت مفخخة من خلال شراء ولاءات هذه الأطراف سواء صحفيين أو مثقفين أو أصحاب ناشطين حقوقيين، تم شرائهم وتم بيعهم وغسل أدمغتهم في الضاحية الجنوبية وفي طهران وفي غيرها من المناطق، وتم من خلالهم تمرير عجلة الانقلاب وتمرير عجلة هذه الميليشيات لكي تستولي على السلطة وتستولي على الحكم وتنقلب تحت مبرر أن هذا الصراع بين أطراف تتصارع في الحالة اليمنية. نحن أمام توصيف حقيقي للصراع يجب أن يقال، وهو الصراع الذي لا زال اليوم في كل الأطر القانونية والمحلية والدولية أنه صراع بين ميليشيات متمردة انقلابية وبين شرعية معترف بها دوليا ومحليا وإقليميا. هذا هو التوصيف الحقيقي للصراع الذي يدور في اليمن، ومن يقول غير ذلك فهو جزء من هذا الانقلاب وإن لم يعلن ذلك صراحة. نعم، وإلا يعلن ذلك صراحة. أستاذ محمد الخامري، يعني الأستاذ نبيل يؤكد بأن كل من لا يصف أو يوصف ما يحدث الآن في اليمن بأنه معركة بين انقلابيين ميليشيات انقلابية وشرعية معترف بها دوليا هو جزء من هذا المشروع الانقلابي، سواء صرح بذلك أم لم يصرح. هذا هو الخطأ أختي أسوان، لأني عندما أجيب وجهات نظري وأقول أن أي واحد يخالف هذه الوجهة فهو كافر، هي نفسها تماما الآن، يعني وجهة نظر الأخ نبيل هي اللي نزلت من السماء وأي واحد يخالفها فهو انقلابي حوثي مهدور الدم. هذا غير صحيح يا جماعة. لا أحد يتحدث عن هدر الدم يا أستاذ محمد، ولا تقولنا ما لم نقول، نتحدث عن مشروع، عن خطاب معين، خطاب سياسي، ويقول لك أنه من يتبنى هذا الخطاب هو جزء من هذا المشروع. الحوثيين مهدوري الدم عند الأخ نبيل وعند غيره، وبالتالي أي واحد لا يقر بما يقوله الأخ نبيل فهو حوثي، إذن مهدور الدم. ممكن واحد يجي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من أصحاب الأخ نبيل أو من غيرهم، هذه هي الحقيقة، لا تحاول تغطي الموضوع. طيب أستاذ محمد، طيب أنت تحدثت عن أن الحوثيون عندما قدموا إلى صنعاء وقرفوا في طريقهم دماغ وعمران وحاشد كان لديهم مشروعا سياسيا، تحدثت قبل قليل أنت بأنهم كانوا يحملون مشروعا سياسيا. الأخ نبيل فصل هذا المشروع. نعم، أنت تحدثت بأنهم يحملون، يعني قدموا إلى صنعاء يحملون مشروعا سياسيا، وكانوا كما يتذكر الجميع يرفعون شعارات إسقاط القرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهي كانت شعارات لهذا المشروع السياسي الذي تحدثت أنت عنه. خلال أيام من دخولهم إلى صنعاء تم إسقاط الجرعة وتم تغيير الحكومة، لماذا استمر هذا التجريف من قبل هذه الجماعة؟ لماذا تم ملاحقة رئيس الجمهورية؟ لماذا تم اقتحام المدن وارتكاب كل تلك الانتهاكات التي تلت هذا التاريخ؟ قلت بالحرف الواحد بأن الجماعة معهم مشروع سياسي وفكري سواء اختلفنا معه أو اتفقنا، هذا الكلام مضمون كلامي بأن هناك مشروع فكري كانوا يعملون عليه، وكل الأحزاب السياسية وكل المنظمات السياسية وكل الحركات حتى التجمع علم الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والناصري، المؤتمر خليه على جنب لأنه الليبرالي ما لهش أي مشروع فكري، لكن الناصريين الاشتراكيين التجمع علم الإصلاح الإخوان المسلمين
كلهم معاهم مشاريع فكرية يعملون على ترسيخها وعلى تطبيقها فيما لو حكموا سيناظرون لكي يحكموا حتى يطبقوا هذا المشروع الفكري بعد نجاحهم بالمشروع السياسي أو المشروع أو الانقلاب العسكري. لو تسنى لهم أي منهم أن يعمل انقلاب عسكري فإنه مباشرة سيبدأ بتطبيق منهجه الفكري، وهذا ما بدأ به بعض الأحزاب السياسية في اليمن بعد عام 2011 عندما تمت الفترة الانتقالية. بالنسبة للأستاذ نبيل تحدث عن أن الانقلاب كله هو الذي قاموا به الإعلاميين الذين ذهبوا إلى طهران وإلى بيروت، ولو كنت ذهبت إلى إحدى هاتين العاصمتين لقلت ربما المقصود أنا، لكن الحمد لله ما رحت لهم. أنا أعتقد بأن هذا تسطيح للأمور وتنصل كبير ومداراة لدور رئيس الجمهورية الذي كان له تلك الفترة من عندما مسك الحكم كان له 2 سنة و7 أشهر تماما، من 21 فبراير إلى 21 سبعة أشهر تماما. وإبراهيم الحمدي رحمه الله الشهيد الحي الذي حكم 2 سنة و7 أشهر تماما، وانظروا إنجازاته كيف كانت تلك الأيام وكيف كانت القوة العسكرية تلك الأيام وكيف كانت القوة الاقتصادية وكيف كانت الحروب. نعم، ما علاقتها إبراهيم الحمدي نعم أين وجه المقارنة بين فترة إبراهيم الحمدي وفترة انتقالية لرئيس لرئيس انتقالي توافقي، وهل هذا يبرر إسقاط هذا الرئيس بقوة السلاح واقتحام حتى غرفة نومه وقتل مرافقي؟ هو الذي أدخلهم، وهذه السياسة لعبة قدرة. نعم. السياسة والمناصب ومقدرات الدولة عندما يتولاها شخص أو جماعة أو فئة أو حزب أو حركة فإنها تبقى لعبة قدرة بيد المتحكم بها، وبالتالي فإنها بدأت علاقات تنسيقية، وكان يقول لهم بالحرف الواحد أنا مظلتكم، ادخلوا صنعاء وأنا مظلتكم. لكنهم اختلفوا في الأخير عندما طلبوا أو قدموا له عريضة مطالب بالمناصب سياسية كبيرة فرفض واختلفوا، والاختلاف أدى إلى نشوء الحرب الكلامية والإعلامية التي بين الطرفين تلك الأيام. وبما أنهم كانوا هم المسيطرين على المشهد العسكري في العاصمة صنعاء فإنهم تغلبوا عليه، فرضوا عليه الإقامة الجبرية، حصلت بينهم مناوشات، تمكن من الهرب، حاولوا. هذه كلها التاريخ. طيب أستاذ محمد، هذه القصص احنا كلنا نعرفها، نعرف جيدا كل ما ذكرته واستعرضناه الان في المادة الجرافيك قبل قليل، انهم دخلوا الى صنعاء، دمروا المحافظات، قتلوا الجيش، اقتحموا المؤسسات العسكرية، نهبوها، حاصروا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضاء الحكومة. نعم، انا اتحدث عن هذه الجماعة التي ارتكبت كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق الدولة، انت كيف تصفهم؟ أنا أصف بأن هؤلاء كما قلت لك معهم مشروع، وهناك من مكن لهم. نعم، إذا معهم مشروع أستاذ نبيل بكيري، هذه الجماعة تحمل مشروع، ولا أدري إذا كان مشروع وطني أيضا، هي تحمل مشروع، يبدو أنه فقط حصل اختلاف مع. لا ما لم أقل أستاذ أسوء. نعم، أي مشروع إذا؟ نعم، أي مشروع؟ مشروع سياسي فكري. هذه الجماعة غير السياسية أستاذ نبيل البكيري. الجماعة هم الآن ينظروا له على أنه مشروع وطني، كما أنت تنظرين إلى أن مشروع التجمع للإصلاح. يا أستاذ محمد، أنا لا أطلب منك أن تصف لي ما هم يسمون أنفسهم به. أنت كمواطن يمني شاهدت وتابعت كل هذه الجرائم والانتهاكات، كيف تصفهم كسياسي وإعلامي؟ أصف إيش؟ تصف هذه الجماعة. أنا قلت لك الجماعة معهم مشروع، جاءوا إلى صنعاء بمساعدة رئيس الجمهورية وبسطوا نفوذهم على العاصمة صنعاء وتحركوا جنوبا. نعم أستاذ نبيل، إذن أي جماعة لديها مشروع؟ نعم جيد أستاذ محمد، أنا أدين كل الممارسات التي عملوها الحوثيين عندما فجروا البيوت، فجروا المساجد، فجروا دور القرآن، فجروا بعض المنازل للقيادة الإصلاحية، اختطفوا بعض الناس، اختطفوا بعض القيادات، هذه كلها أنا أدينها كلها. نعم، إذا أنت تدينها. جيد أستاذ محمد الخامري، نعم جيد أنك تدينها. أستاذ نبيل بكيري، إذا أي جهة أو أي طرف يحمل مشروع سياسي
حتى وإن لم يكن جماعة سياسية كجماعة كميليشيا الحوثي، ميليشيا مسلحة عقائدية عنصرية يعني سلالية تحمل مشروع، هل يجيز لها ذلك بقوة السلاح أن تقتحم المدن وتسقط رمزية الدولة وهيبة الدولة بهذا الشكل لمجرد أنها لديها مجموعة من الحلفاء السياسيين أو الأنصار أو لديها السلاح الذي تستخدمه لإهانة الدولة؟ اولا لا اتمنى ان او كنت لا اتمنى ان يقول الا يقولني محمد الخامري ما لم اقل فيما يتعلق بالتكفير. نحن بعيدين عن هذه اللغه التي تجاوزناها في 21 او في 11 فبراير الى لغه ارقى سياسيا في مساله التغييرات السياسيه والديمقراطيه من خلال الادوات السلميه. مساله المشاريع، نحن حينما نتحدث عن مشاريع انا لست مع او ضد حتى ان تكون تحمل مشروع الحادي. في الاخير إذا لم يكن هذا المشروع يحمل السلاح ولا يراد فرضه على الناس بقوة السلاح، هل من حق هذا المشروع أن يشتغل على الأرض وأن يقنع الناس بأحقيته في أن يكون ممثلا لهم؟ أما حينما تتحول هذه المشاريع العصبوية الطائفية المذهبية إلى معسكرات وإلى دبابات وصواريخ وتفرض على الناس بالقهر والإجبار والقصر، هذه ليست مشاريع ولا يمكن أن نصفها بأنها مشاريع فكرية. هذه مشاريع تدميرية همجية ما قبل التاريخ. لا يمكن أن يتعايش إنسان سليم العقل والنظر في القرن 21 ويوصف مثل هذه المشاريع أو مثل هذه الأفكار الإجرامية بأنها مشاريع سياسية. هذه مشاريع وحشية، مشاريع ما قبل التاريخ، لا يمكن أن يسمح لها فيها في او لا يمكن احد ان يفكر في القرن 21 ان توجد ناس تفكر بهذه العقليات التي تفرض مذاهبها ومعتقداتها وخرافاتها على الناس بقوه السلاح والقبر والقصر. وهذا المدخل الحقيقي الذي اوصل اليمن الى هذه المرحله من جماعه تريد ان تفرض مذهبها وتفرض ان رؤيتها السياسيه والكهنوتيه على امه تتكون من 25 مليون بني ادم، وبالتالي تاتي بعض الأقوال التي نحن أمام ظاهرة عجيبة في المشهد السياسي اليمني. هذه الظاهرة التي تحاول أن تتحدث عن أطراف أنها كل هذه أطراف الشرعية طرف، الأحزاب طرف، الجماعات الميليشية طرف، هذا نوع من المغالطة، نوع من التسطيح لما يجري في الحالة اليمنية. الحالة اليمنية ليس فيها سوى طرفان، طرف انقلابي وطرف شرعية، طرف مذهبي عصبوي عنصري طائفي وطرف وطني يريد مشروع سياسي، مشروع انتقال سياسي وديمقراطي الذي تمثل كمخرج لثورة 11 فبراير. وبالتالي أن نتحدث اليوم عن أطراف وتمييع الصراع بين أطراف، أنا باعتقادي هذه مغالطات لا يقبلها أحد، وخاصة بعد هذه الفترة التي رأينا فيها كيف تحول المشهد السياسي اليمني إلى كومة من الخراب والدمار والاقتتال الذي وصل إلى كل بيت في اليمن ووصل إلى كل مدينة. نحن أمام حالة تجريف للحالة اليمنية المدنية والسياسية والثقافية من خلال هذه العصبويات الميليشية والطائفية التي اجتاحت المشهد. هذه ليست مشاريع فكرية ولا سياسية، هذه مشاريع همجية لا يمكن أن يتعايش معها اليمنيون، واليمنيون هم الذين خرجوا وصدوا. نعم، إذن هذه مشاريع همجية تدميرية وليست مشاريع سياسية أستاذ محمد الخامري، ولا يمكن أن يتعايش معها اليمنيون ولا أي مواطن في القرن 21. هذه وجهة نظر الأخ نبيل ويتبعه بضع مئات تقريبا، لكن اليمنيين بضع مئات تحديدا، يعني كيف حددت 22 مليون داخل اليمن؟ نعم. 22 مليون داخل اليمن الحمد لله عايشين بخير وناكل ونشرب متعايشين ونذهب إلى وظائفنا ونمارس أعمالنا بكل. أنا أعتقد بأن الأخ نبيل لحظة أستاذ محمد، فقط استوقفك عند هذه النقطة، يعني نقطة أظنها مستفزة ليست لي فقط وإنما لأي مستمع. أنت تتحدث الآن بأنك مواطن يمني تعايش تأكل وتشرب مرتاح ومبسوط وتذهب إلى وظيفتك، يعني أنت تتحدث الآن عن اليمن وعن حال كل مواطن يمني؟ نعم أتحدث، لا نخاف إلا من طيران العدوان الغاشم. نعم، إنما كل الأمور كلها يعني ويقصف أعراسنا ويقصف أفراحنا ويقصف أتراحنا، لا نخاف إلا منه. أما بالنسبة للحوثيين فهم موجودين انقلابيين كما سماهم، وأنا أريد أن يمسك هذه فقط، انقلابيين مثل ما عبد الناصر عندما انقلب على محمد نجيب، مثل ما ولد الموريتاني عندما انقلب، مثل ما البشير عندما انقلب، مثل ما أمير قطر عندما انقلب. هو انقلابي انقلب على المشهد، يرى بأن الحكومة كانت عاجزة، عبد الرب منصور هادي كان عاجز، فرأى بالأحقية له أن ينقلب بمشروعه وانقلب وحصل أنه أصبح انقلابي، ونسميه انقلابي ونتعامل معه على هذا الأساس. لماذا نذهب
نستجير بالأجنبي يأتي ليقصف اليمن. نعم نعم أستاذ محمد. نعم إذا أنت تبرر الانقلاب وتحاول أن تصفه بحالة انقلابية أخرى، برغم أن يعني المفارقة أظنها ليست دقيقة، لأن ما حدث بعد 21 سبتمبر من انقلاب كما يعني ناقشنا خلال الوقت الفائت من الحلقة، بأنه لم تكتفي هذه الميليشيا بالانقلاب، وإنما ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، وذهبت لاقتحام المدن وقتل أبناء هذه المدن. أستاذ محمد الخامري، إذن أنت تبرر هذا الانقلاب وتعتقد بأن أي طرف أو أي جهة قادرة على حمل السلاح واقتحام مؤسسات الدولة ونهب معسكرات الدولة فليكن، يعني فلتذهب إلى ذلك ولترمي بكل مكتسبات البلد من توافقات وطنية عرض الحائط طالما هي قادرة على عمل الانقلاب. هذا أنت الآن بتقوليني ما لم أقل أستاذ أسوان. أستاذ محمد، الجميع أنا لا أتحدث الآن، أنا وأنت في غرفة مغلقة، الجميع يسمع وكلامك موجود الآن والجميع سمعه. أنت تبرر تماما الانقلاب وتتحدث بأنه ما لديه مشروع انقلاب فليكن. أننا نتعامل مع هذه الجماعة، جماعة الحوثيين، لنتعامل معها على أنها انقلاب كما حدث في كل الدول الأخرى، انقلب على الوضع واستتب له الوضع واعترفت به أو لم تعترف به الدول الأخرى. ما دعوى أو ما جدوى أن أستجير بالأجنبي لكي يأتي ليضرب البلد؟ لماذا؟ هل هذه اليمن ملك عبد الرب منصور هادي وهناك من نازعه على؟ نعم أستاذ محمد، أستاذ محمد، إذن أنت بوصفك وربما أنت تعرف أكثر منا، بوصفك يعني مقيم في اليمن تتحدث بأن الظروف في البلد جيدة وأن اليمنيين على أحسن حال على المستوى الاقتصادي والمعيشي، فقط كل ما يؤرقهم هي طائرة التحالف. هذا ما قلته. أنت لن تكذبي علي أمام الملايين. نعم أكيد، بالتأكيد. نعم بالتأكيد، والحلقة مسجلة وموجودة. على أي حال، أنت تحدثت بأن كل ما يؤرق اليمنيين هي ضربات التحالف. دعنا ننتقل خطوة، يعني برغم أن كل التقارير الدولية تتحدث عن بأن اليمن على شفا كارثة إنسانية واقتصادية ومجاعة، فضلا عن الحصار الإنساني الذي تعيشه محافظة تعز. نعم أستاذ محمد، ما الذي طيب ما الذي كان على الرئيس هادي أن يفعله بعد أن لاحقته الطائرات إلى عدن؟ نحن نعيش بشظف العيش وليس برغد العيش كما تقولين. نعم طيب، شظف العيش لا بأس. اقتصادي بري جوي بحري على اليمن، نحن نعيش مأساة كارثة، لكن من حيث الأمن والأمان والحياة الطبيعية موجود لله الحمد. نعم، ليس كما تصورونها بأنهم في الشوارع يلاحقوننا. ماذا عن تعز؟ يأتون بالشوارع، هذا غير صحيح. ماذا عن مدينتك تعز التي تعيش حصار منذ عامين وقصف يومي؟ اقتتال داخلي في مدينة تعز أنا أدينه، وأنا أدين أي اقتتال داخلي. لماذا الاقتتال؟ من ذهب الاقتتال هناك؟ من أعلن الحرب في تعز؟ شوقي هال تعز محافظ. من ذهب بالآليات العسكرية إلى تعز؟ لم يذهبوا إلى تعز، هم كانوا ذاهبين إلى عدن. ماذا كانوا ذاهبين إلى عدن؟ نعم، ما هي المهمة التي ذهبوا بها إلى عدن؟ عدم دخول المدينة، وهناك من تحرش بهم وسحبهم إلى المدينة، هذه هي الحقيقة. نعم أستاذ نبيل البكيري، إذن الجماعة الحوثية يعني هي توصيفها القانوني جماعة انقلابية، هي كانت ذاهبة إلى عدن، هناك أطراف تحرشت بها وحدث ما حدث في تعز وعدن، يعني كل ما في الأمر وكل ما يؤرق اليمنيين هي طائرة التحالف. فعلا جماعة الحوثية كانوا ذاهبين لصيد السمك في عدن ولم يذهبوا لقتال العدنيين وقتال التعزيين وقتال كل اليمنيين في كل المدن التي مروا عليها وفجروا فيها المستشفيات وفجروا فيها الجوامع والمساجد والمدارس. نحن أمام جماعة بربرية بكل ما تعني الكلمة معنا. محمد الخامري يحاول من خلال هذا الحديث أن يقايض أمنه الشخصي بحالة السكوت وحالة التبرير التي تتحدث عن سلطة أمر واقع وانقلاب مثلهم للانقلابات. نحن لا نعرف أو لم يعرف التاريخ انقلاب يصادر حقك في الحياة، يصادر حقك في العيش، يصادر مرتبك الذي تقتات منه. الآن هناك 100 مليون أو 2 مليون يمني بلا رواتب، هؤلاء يعيلون ملايين الأسر التي اليوم تنتظر الموت من خلال انعدام الأكل والشرب. نحن أمام حالة بربرية لا يمكن أحد أن يصفها بغير هذا التوصيف الذي أرأى من خلال ممارستها أرادة يوصفه الناس. اليمن بلا رواتب، هناك مجاعة في الحديدة، هناك اقتتال في كل منطقة ذهبت إليها هذه الجماعة لتحكم
وتسيطر بقوة السلاح كما حصل ويحصل حتى هذه اللحظة. وبالتالي الحديث على أن هذا انقلاب فقط مجرد انقلاب كنا سنقبل به لو كان انقلاب يحترم أبسط قواعد حقوق الإنسان، لكنه انقلاب صادر كل شيء، صادر المدرسة وفجر الجامع، ونحن أمام حالة ميليشوية بربرية لا يمكن أحد يبرر لها مثل هذا التصرف على الإطلاق. نعم أستاذ محمد الخامر، إذن طالما وأن ضربات التحالف هي أكثر ما يؤرق اليمنيين، وهي فعلا حقيقة خاصة ما تستهدف المدنيين، أمر مزعج جدا ومؤلم، ووقع ضحية هذه الضربات الكثير من المدنيين كضحايا بسبب الضربات الخاطئة. لكن هنا أسألك، يعني بعد ملاحقة رئيس الجمهورية هو رمز الدولة ورمز الشرعية في البلد، ويعني بعد محاصرته وملاحقته إلى عدن، ومن ثم تمكن كونه من الخروج من البلد واستغاثته بالجوار لإنقاذ الشرعية في البلد، ما الذي كان مطلوب أنت من وجهة نظرك من السعودية من دول الإقليم عمله حيال هذه الاستغاثة؟ بداية يتحمل عدم صرف الرواتب لاثنين مليون إنسان يمني يعيشون حافة الفقر الآن من نقل البنك المركزي من صنعاء، اتخذ قرار نقل البنك المركزي وخلصهم من هذه التبعة في الوقت المناسب، والآن نعم. هو عاجز عن صرف المرتبات، هو من يتحمل، عبد ربه منصور هادي يتحمل صرف المرتبات للجمهورية كاملة وبموجب الكشوفات التي يقول عليها 2014، لا ليس ملزم بصرف مرتبات 2016، يصرف مرتبات 2014 كما يقول، نحن موافقون، يتحمل تبعات هذا القرار ويكون رئيس جمهورية شرعي كما تقولون. لماذا يعني أستاذ محمد، يعني أنتم لا تعترفون بهم منذ عامين، في هذا الشهر سيكون رئيس شرعي، ليش؟ يعني سنتين ومش رئيس شرعي، عندما يعني استنزف البنك المركزي أصبح رئيس شرعي، أخي خلاص مش رئيس شرعي. أستاذة أسوان لا تقايضي حقوق الناس ومستحقات الناس يا أخي، حقوق الناس بيعت في السوق السوداء أستاذ محمد، حقوق الناس الآن منذ شهر أعلن زعيم الميليشيا طلب تبرعات البنك المركزي، أين ذهبت هذه الأموال؟ وأين احتياط البنك المركزي؟ السؤال أين 4 مليار دولار احتياط البنك المركزي قبل أن تسأل عن قرار نقل البنك المركزي؟ هذا رئيس جمهورية تقول بأنه شرعي يا أخي، مش رئيس جمهورية، خلاص نحن معك، هو ليس رئيس جمهورية، يدفعوا رواتب الناس، لكن أنت نقل البنك المركزي يفترض فيه أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية كرئيس شرعي ويصرف المرتبات. نعم، إذن هو رئيس شرعي في هذه الحالة تحديدا أستاذ محمد الخامري. اليمني ليس حوثي. نعم، هو في هذه في هذا التوقيت وفي هذا المأزق، وعند استنفاذ احتياط البنك المركزي وكل ما تمتلكه البلد من ثروات أصبح رئيس شرعي. دعنا نتجاوز هذه النقطة، أسألك ما الذي كان مطلوب من السعودية؟ أستاذ محمد دعنا نتجاوز هذه النقطة، ليست موضوعنا في هذه الحلقة. لماذا نقل البنك وهو يعرف أنه غير قادر على؟ نعم، سنناقشها في حلقة أخرى. نعم، يجعلهم يواجهوا نعم سنناقش هذا. يصرفون من الاحتياط يا أستاذ محمد، مش مشكلة، يصرفون من الاحتياط الـ 4 مليار. أسألك الآن ما الذي كان مطلوب من السعودية ودول الإقليم حينما يستجير بها رئيس جمهورية شرعي بأنه تم الانقلاب عليه وتدمير رمزية الدولة ومؤسسة الدولة ونهب معسكراتها وقتل المدنيين فيها، ما الذي كان مطلوب من السعودية ودول الإقليم عمله ساعتها؟ رأيي الشخصي بأنه لا يجوز سفك دم مسلم مقابل شرعية ولا نظام ولا غيره. نعم. الدماء مجرمة ومحرمة، لا يجوز سفكها بهذه المصطلحات السياسية، هذه مصطلحات سياسية وخلافات سياسية، لا يجوز أن يسفك دم الشعب اليمني في الشوارع في تعز وفي إب وفي صنعاء وفي مارب وفي عدن وفي كل مكان لأجل هذه. أنا نعم. أرى بأن العلماء، علماء الإصلاح وعلماء السعودية وعلماء السلفيين الذين أيدوا عبد الرب منصور هادي في الرياض هم من يتحملون وزر ما يحصل حاليا في اليمن من إسالة الدماء وإراقة الدماء وقتل وازهاق الأنفس. نعم، إذن لا يجوز يعني سفك دماء أي مواطن يمني من أجل الشرعية. أستاذ نبيل، يبدو أنه من الجائز سفك الدماء من أجل الانقلاب، لكن من أجل الشرعية لا، كيف ترد؟ هذه مسألة وجهة نظره الشخصية والمعتبرة، إنه لكن أنا أقول له، دعني أقول له كلمة واحدة فقط، إنه هو ينشغل دائما الأخ محمد الخامري بالنتائج فقط ولا ينظر ولا يرى الأسباب والجذور الحقيقية للصراع، وبالتالي من الصعب
أن يفهم وأن نتفق معه في توصيف ما يجري. نحن أمام أسباب وجذور حقيقية للصراع، هذه الجذور الحقيقية هو الانقلاب، هو هذه النظرية العنصرية التي ترى أن الناس عبيدا لها. هذه هي الإشكالية الحقيقية في اليمن منذ 1200 عام، إذا استطعنا أن نتجاوزها وأن نرى أنها هي السبب الذي أوصلت اليمنيين لهذا الاقتتال، سنكون قدرينا أو قدرنا على حلحلة هذا المشهد. أما أن يظل يتحدث عن تداعيات، أنا باعتقادي أنه ليس من المنطق لا موضوعيا ولا منهجيا أن نتحدث عن نتائج ولا نتحدث عن الأسباب. إذا أردنا أن نحل النتائج وأن نصل إلى حلول حقيقية لها، يجب أن نتحدث عن الأسباب. الأسباب هي هذه الطائفية العنصرية وهذه النظرية الشوفينية التي ترى الناس عبيدا لها وتريد أن تحكمهم بالحديد والنار. هذه هي جوهر المشكلة في اليمن. إن لم يقتنع بها محمد الخامري فهو حر، لأنه عايش في إطار بحبوحة من العيش في وحماية الميليشيات التي تحمي مصالحه وممتلكاته في صنعاء. أما الناس الذين يقتلون يوميا في تعز وفي مأرب وفي البيضاء وفي كل مناطق اليمن، فهؤلاء يذهبون إلى الجحيم بحسب التوصيف الذي يراه محمد الخامري للمشكلة في اليمن. نعم نعم، هو على اي حال ليس لا يعني لا يعيش ببحبوحه كما تتوقع لهذه تلك الدرجه ولا حمايه، لانه حتى منعته الميليشيا من الظهور معنا عبر الاقمار الصناعيه في هذه الحلقه كما هو دأبها مع حريه الصحافه والاعلام منذ جاءت الى العاصمه صنعاء. استاذ محمد الخامر، اذا ما تحدثنا فعلا عن الاسباب كما ذكر الاستاذ نبيل البكيري، وربما السلاح هو واحد من ابرز الاسباب التي اوصلت البلاد الى هذا المسار والى هذا المأزق، يعني هل تعتقد بأن ميليشيا الحوثي يمكن أن تترك السلاح ربما لنمضي خطوة إلى الأمام ونخرج حقيقة من هذا الجو الاحتراب والصراع الداخلي وأيضا الخارجي؟ بداية السؤال أسوان، أنا لم أقول بأنه يحق للميليشيات إزهاق الأنفس والدماء، أنت قولتيني ما لم أقول، أرجو أن تسحبيها رجاء. أنا ضد، أنت بررت لهم على أي حال، أنت بررت لهم الانقلاب وتحدثت عن أن لديهم مشروع. أنا قلت بأني ضد الاقتتال وضد سفك الدماء، أنا مع السلام ومع حقن الدماء اليمنية الزكية في أي مكان في كل المحافظات، أنا مع الدفاع عن النفس والعرض والمال في الحدود. جيد، كيف يمكن أن مع علي عبد الله صالح في الحدود، أنا معاهم. كيف يمكن أن نحقن هذه الدماء؟ فأنا ضدهم. كيف يمكن أن نحقن هذه الدماء أستاذ محمد؟ بالدعوة للسلام وليس بالدعوة إلى الشحن الطائفي والشحن المناطقي والشحن المذهبي والشحن الديني، بالدعوة إلى السلام وإلى تجاوز هذه الأمور. أعتقد بأننا سنصل إلى السلام وإلى صناعة السلام وإلى حقن الدماء وإلى إيقاف الحرب. على أي مرجعيات؟ على أي أساس؟ بأن هناك المرجعيات المتعارف عليها 2016، المبادرة الخليجية، أي مرجعيات؟ كتاب الله وسنة رسول الله هي أول المرجعيات. كتاب الله وسنة رسول الله هذه تحرم قتل النفس المسلم، لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل المسلم. هذا أول مرجع يفترض أننا نقوم عليه. إذن إنهاء الانقلاب أستاذ محمد الخامري، ألا تعتقد بأن حقن الدماء يبدأ بإنهاء الانقلاب وجميع مظاهره؟ وفق تسوية سياسية، هذا الكلام المصر على هذا الكلام بهذه الصيغة هو يريد إطالة أمد الحرب. اليوم أصبحنا كما يقول المثل البلدي شعر ألوبان، أصبحت الأمور لم تعد كما كانت في 21 سبتمبر 2014. الآن هناك مستجدات جديدة خرجت، هناك أسر كثيرة، توظفوا ناس كثير، خرجوا ناس إلى السطح، ناس أفصحوا عن مكنوناتهم، هناك أشياء كثيرة. قد ربما لو قلنا لهم ارجعوا مباشرة، العقل والمنطق لا يمكن لهم أن يعودوا، وسيتمترسوا وسيقتلوا وسيقاتلوا إلى أن يقتلوا. لكن التسوية السياسية كيفما كانت تحفظ دماء الكل، الطرفين المتقاتلين. نعم أستاذ نبيل البكيري، أيضا في أقل من دقيقة ثم بعد ذلك يكون جيد. أستاذ نبيل البكيري، في أقل من دقيقة، ما هي رؤيتك للسلام ولحلحلة هذا المسار، المسار العنف في البلد؟ الطريق إلى السلام في اليمن تبدأ بإسقاط الانقلاب وتبدأ بالعودة إلى الانصياع للقرارات الدولية التي رفضت 12/16 وغيرها من القرارات، العودة إلى ما يسمى بوثيقة الحوار الوطني التي رفض الانقلابيون التوقيع عليها وخلقوا أزمة
حينها أنا باعتقادي أنه الطريق الأنسب للسلام في اليمن يبدأ من إسقاط الانقلاب وتجريم هذه الفكرة الشوفينية العنصرية المذهبية التي دفعت باليمن إلى العودة إلى ما قبل التاريخ في القرن 21. أنا باعتقادي لا يوجد مدخل حقيقي للسلام غير إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية. نعم، إذن لا حل للبلد غير إسقاط الانقلاب والعودة إلى الشرعية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ نبيل البكيري الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من إسطنبول، وأيضا أشكر الإعلامي محمد الخامري كان معنا من صنعاء. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر، ومن الإعداد أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.